إله إلا الله. أقرب لا إله إلا الله اللهم صلي على محمد ما تعاقب الليل والنهار. أبو شامان عنده ضيوف واعتذر والله يستر عليه. الله يستر عليه ولا طاح من نجومه برادر على قولتك. والحفراوي سابقا أبو نجا ضيف إعلان الليلة. أي نعم. ومختار لك مطعم أبو نجا شيء. الله يغني. أي عارف جوك أنا. والله أنا ما اخترت لي مطاعم ولا ودي. أنت يا أبو غازي كبشة. أنت نعم الرجال ضيف أول شيء علي وعليك وبعدين أنت أدنى ما سدك يا أبو غازي. مالك اللي يقول خش من يرضيه بصلاة. ها هو أنت. كبشة طال عمرك تحت كبري سطل الصاصة هذاك تعرف الحديد الأول؟ زين. الحديد الأول الصغير هذا. ما تغير واحد علي كبسة قد الكبير الصغير حط واحد بس. من الحمر هذا ثم خلاص بعد يوم طماط في كراتين الكبير هذاك ابو طماط اللي زي سطر الفول الحشعنه هذا يجيب لك حرقات ولا يكون في الطويله من تخلط احسن حاجه انك فاهم تخلطها مع لبن كذا ايوه درمحها بس والهبا الى المنحدره يا مرحبا والله يا الحفراوي الله يبقى. الله يحييك تحيا السيل نورت الطايف طبعا احنا ترى اي واحد غالي عندنا يجينا انا وابو غازي ايوه نديها هدر برادج وحلو حركات بركات والله انك بحضر الباطن درجة الحرارة 52 الله يعينهم الله يعين والله 52 الله يبرد على والله لا يرينا غضبه ولا الله يرحمنا برحمته ان شاء الله ويبردها بالمطر وانه يكفينا شر عذاب النار هذا الدنيا وش عاد الله والله انك صدقت على يا حرام الاخرة تقف على الاعمال اذا صارت الاعمال كويسة ابشر بالخير برد وسلام بدل اعمال الحش نحش والظلم نظلم والسجن تسديب ولا تقول ما بقي غير السرق نسرق قمله السرق طلع على الله الرجال اخذ فكرة سيئة عنك صدق هذا منهم ترى انت انا اخذ فكرة سيئة عن مخلد ايه لا مخلد انا اسرق ولا التوالى بالله تعرفه ترى من صغير ترى ما اشتش هم تشتش اما صوتي يا ولد سوى الله بالعافية ابو غازي اي والله هذا خير الله سفن على اساس يعني انك ريحت ضميرك الحين يعني عادي ديكني وين رمان نو ايس تحكي لغات تطورت وين يا حبيبي تطورت يا تشل تحكي لغات يا تشل هذا انا